التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفير عمر عامر سفير مصر باليونان على هامش مشاركة هيئة قناة السويس في المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية. شهد اللقاء بحث آليات تعزيز سبل التعاون مع الشركات والهيئات اليونانية العاملة في مجال النقل البحري، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات اليونانية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة.